بالظبط كده. كابتن، بتشوف ازاي صداره الاهلي وان هو فارق دلوقتي بثمان نقاط، وتقييمك كمان دلوقتي للي وصل له الاهلي؟ هو بصي، دايما احنا يعني خلينا نتكلم بلسان الحال جمهور النادي الاهلي. دايما انا بتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي، اللي هو الطبيعي ان الاهلي دايما في الصداره. ممكن يحصل تعثر في بعض الماتشات في بعض الاوقات، لكن احنا ده اسمه منطقي في الكوره. يعني لازم هيحصل تعثر، ما فيش حد بيفضل على طول السهم بتاعه لفوق ماشي على طول، او في المجمل عالي. اكيد هيحصل تعثرات زي ما حصل مثلا في ماتش فيوتشر او في ماتش سيراميكا، كانت فتره دي طبيعي بيحصل هزه، لكن الاهلي بيرجع بسرعه لمكانته الطبيعيه، سواء في صداره الجدول او زي ما بيقولوا كده الاداء والنتائج الطبيعيه بتاعته، ان هي يبقى في مكسب وفي استمراريه للمكسب على طول. وده اللي الاهلي، او خلينا نتكلم بشكل اوضح، الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، ان هو يعني الفتره اللي فاتت بدا يعوض الفتره اللي حصل فيها اخفاقات بلسان حال الجمهور، اللي هو ماتش فيوتشر وماتش سيراميكا، فعوض الفتره دي كلها ان هو برده رجع ناس، بدا يتكلم مع ناس، بدا يفوق ناس، بدا يطور من اداء ناس، بدا يشوف الاخطاء فين ويصلحها، وده اللي بدا يطغى على الاداء والنتائج بتاعه الفريق الفتره اللي فاتت. عشان كده الاهلي الفتره دي ماشي كويس، والسهم بتاعه عالي، والحمد لله ان هو في الصداره، ويا رب دايما يكون في الصداره كده ان شاء الله.